وحاب. بص فيديو بدون مقدمات زي ما عرفناكم اخطر يوتيوبر واخطر بشوية. اللي هتشوفوه ده مش هتشوفوه، هتحسوا انتوا في عالم الفايكنج، مش هتشوفوه غير هنا. اول مرة هنحاول ناكل السكور. بس انا هجيب لك اكل وما تعطيش والابريك مع بعض. يلا 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 تعالى يا. طبعا احنا ده مش الاكل، الاكل لسه كتير، بس احنا بنحطهم على الفترات عشان نشوف ايه رد فعلهم. خد هنا سكور، خد ده تعال انت كده، خد كده. بص ده كيف حتى من ورا كده رجع لك شويه لكن باينين كده. ها ده لو قرب عند سكار دلوقتي هيعدوا. احنا بنحاول نعودهم ان في احترام بينهم، وبنحاول برضه نخلي سكار كانه في جماعه كده بياكل زي ما في الطبيعي. انا صراحه هجيب لك اكل بس انت هتيجي عند سكار. تعالى يا جماعه ايش ياما بقول لك العيال لو فيك جدع بسمع الكلام جايب لك دلوقتي. قرب عليه، قرب على سكار وبياكل كده. هو مقلق الافريقي يقرب منه بس افريقي محترم. تعالى خد بقى اجيب لك شوال. هنتكلم تاني دلوقتي، بس لازم تشترك وتفعل الجرس القناة هنا وتعمل كومنتات وصل الفيديو اكبر كمية لايكات عشان تكون شوية. الفيديوهات الجاية زي ما وعدناكم اخطر تشوق اخطر يوتيوبر اللي جاي كله كام. طيب زي ما انتم شايفين كده هنا سكار بيدخل اصلا عند الافريقي، يعني هو بيقوم داخل من القفص يدخل له جوه. افريقي افريقي بص هنا بص هنا بص هنا طبعا الافريقي يا جدعان، الفكرة اللي انا دايخ له على انثى عشان نتجوزه، ده يخلو على انثى فعلا، عايز له انثى نفس المواصفات بتاعته، فاي حد يلاقي انثى زيه يكلمني يا فعلا. اسال كده سكار، طبعا سكار بيستعبط، سكار لو عايز يطلع هيطلع، هو بيستعبط دلوقتي. ما نطلعش نختاره كمان دلوقتي تاني. هو ممكن سكار فاضل له شويه صغيرين، انما الافريقي هو اللي عايز شويه ايه كمان اكل كمان. طيب يا جدعان زي ما انتم شايفين كده علاقتهم بقت جميله جدا، يعني هما بيحبوا يشوفوا سكار بيمسح نفسه وين بيلعب معاه ازاي وبيعض فيه برضه. بس الافريقي واخد دور اللي هو جده، اللي هو جده مش عايز يزعل سكار، وسكار طفل واخده على قد عقله. بس هم ماشيين مع بعض، مش عايزين نروح عند فزاح عشان نروح عند فزاح هنضرب هما الاثنين. خد انت خد يلا تعال تعال. شفت الحبه يا جدعان؟ وبقى يبدا هو يعد ويجب عليه بقى يلعب. بس اقول لك حاجه، خد انت خد انت خد انت خد انت خد انت بص سكر بص سكر خد انت طبعا هو سكار ده بالنسبه له الكلب ده الحجم الطبيعي اللي هو يلعب معاه، لان الافريقي حجمه كبير، هو بالنسبه له كده بيزغزغ الافريقي. عايز اقول لك الكلاب الكلب زي الافريقي البول ماسيف من الكلاب القويه جدا، يعني هنا قويه جدا وحجمها قوي وكل حاجه قويه. خد هنا خد يا سكار هجيب لك اكل كمان دلوقتي، تعالوا نجيب لهم ايه. طبعا هو سكار برضه كبر ده، تعالى نجيب لهم اخر وجبه. انا عايز بس اكد على حاجه، سكار ما بياكلش اصلا اللي زي هياكل او كلام من ده زي الافريقي، حتى الافريقي احنا بناكله فراخ برضه، بس سكار احنا بناكله الفرخه، هو بياكلها من غير عظم عشان العظم اللي فيها بيبقى كبير ممكن يعمل سكار في المعده. بس انا بجيب له بقى العظم الصغير ده، ده بيبقى فيه كالسيوم بيعوضه عن الكالسيوم اللي هو ما خدوش من الفرخه، فده مش كل اللي هياكل.
ده الكالسيوم يا جدعان اللي بقول لكم عليه. بصوا دم فصل الفراخ عظمه هياكله هيتهضم، مش هيبقى مش هيسبب له الم ولا حاجه، في نفس الوقت مفيد يقدر ان هو ايه ياخد منه كالسيوم. خد هنا خد طبعا يا جدعان، انت كل ما تشيب له صغير تعرف اسلوبه وقت الاكل كل ما تفهمه اكتر. طبعا الافريقي مهما خدنا منه اكله محترم. متخافش محدش واخد منك حاجه. بقى يا عم فانت كمان. انت بتحب ايه؟ لا. على طبعا دول انا اكلهم للفزاعه عشان ايه ما يبقاش هم كانوا فزعلة. طبعا في حاجه مصفات الافريقيا يا جدعان اجمل لعبه في المسجد. اسكار واقع اسكار عادي كم هو طيب كده يبقى خلصنا تجربه النهارده معسكر والافريقي. بصوا هنا سكار بطن عملت ازاي؟ تختخ. طبعا يا جدعان كده خلصنا فيديو النهارده، والافريقي عايز ايه؟ يعدي في المصور، فاحنا ايه؟ لحد كده كفايه. فالسنه الفضيله الجايه هتبقى جامده جدا، واحنا الدشويه اخطر يوتيوبر واخطر دشويه، وهوب يا احمد اسكر عد احمد ولو رجع عد. خد خد خش انت جوه. جو عيب 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 مش كده. بصوا استنوا الفيديوهات الجايه تبقى جامده جدا. عايز اقول لكم ان احنا غير اي حد، احنا دي شويه اخطر يوتيوبر، ومش هتشوفوا اللي هشام دشا بيعمله عند اي حد غير هنا بس يطلع بطريقه اي اوتوماتيكيه كده. كله بيسال فين مخالب سكار، ولو طلعنا مخالب سكار خلي الفيديو يجيب مليون لايك. انا اطلع لكم مخالب سكار بس الفيديو يجيب 2 مليون لايك. بص هنا كده انزل يا ولد انت متابعه انزل يلا. بص بقى هنا كده دي المخالب، دي الاسلحه تحته. شوف بقى هي بتطلع ازاي، بتطلع بطريقه اي اوتوماتيكيه كده. وقت ما يبقى متضايق من حاجه او وقت الهجوم او وقت الدفاع يبدا يطلع بالطريقه دي كده. طبعا بقى هنا اصلا الخوف عند الاسود الكبيره، احنا مش هحلكوا حاجات صغيره عشان تفهم اكتر. الخوف على الكبير بقى مش من فكه او سنانه انه عاد، لا الخوف من هنا. المخالب دي هو اللي بيصطاد بيها وبيهجم بيها وبيدافع بيها وبيعمل كل حاجات. حط وعايز يدينا فضل كلمه الوفاء والحب والرومانسيه. المخلوقات دي جميله جدا، هي مش عمرها ما تاذيك لو انت حبيبها كده، بس تلك الحالات هي هزارها غشيم يعني هو اسد، فانت تحترم اسلوبه وهزاره وتتفادى انت الاخطاء، انما هي حيوانات جميله جدا. طيب ناس كتير قالت عايزين يشوفوا الجمال ده، شوفوا هنا من تحت كف ايد سكارب بيبقى عامل ازاي. من اجمل الحاجات اللي انت ممكن تشوفها في حياتك هي دي.
بص يا جدعان، سبحان الله كف من تحت بيبقى شكله جميل جدا، بس مخالبه بيبقى شكلها مش جميل خالص. طبعا ايه معموله منها الحته الايه الاولانيه عشان ما نبوظناش الضوافر. طبعا بقى يا جدعان اللي هو يمسك في اي حاجه كده، دي الغريزه الفطريه العاديه جدا، يعني طبيعي، حاجه طبيعيه، بس الفكره انه ممكن يبوظ لك